المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. أهلا بكم متابعي قناة المجلة. حذر بعض الأطباء الألمان ومنهم الطبيب توماس بنسالا من النوم دون ملابس أو أغطية خلال ليالي الصيف الحارة، حتى وإن تسبب ارتفاع درجة الحرارة في اضطراب النوم يمكن أن يتعرض الجسم لخطر انخفاض درجة الحرارة خلال الليل، لأن الأجهزة المسؤولة عن التحكم في درجة الحرارة تتوقف أثناء النوم، موضحا بأنه من الأفضل أن يتم ارتداء ملابس خفيفة واستخدام شرشف أو ملاءة للغطاء على أقل تقدير. وأشار الأطباء إلى سبب حدوث اضطراب النوم عند ارتفاع درجات الحرارة بقوله إن جسم الإنسان يعتاد على النوم في درجة حرارة تقدر بـ20 درجة مئوية، لذا إذا ارتفعت درجة الحرارة عن هذا الحد يزداد حينئذ معدل العرق ما يؤدي إلى اضطراب النوم، مبينا أنه غالبا ما يمكن التغلب على ذلك باتباع بعض الحيل البسيطة. وكي يساعد الإنسان نفسه على الخلود إلى النوم في ظل درجة الحرارة المرتفعة، أوصى أخصائي طب النوم بعدم تناول أي أطعمة قبل الذهاب إلى الفراش بساعتين على الأقل، مع الاقتصار على تناول أطعمة خفيفة إن أمكن كي لا يتم إجهاد الجسم بشكل إضافي. وأوصى الدكتور بنسالا بتناول كوبا من الماء قبل الخلود إلى النوم ووضع كوبا آخر حتى يعمل تناول كميات وفيرة من الماء على حماية الأغشية المخاطية من الجفاف خلال الليل، ومن ثم يحمي الإنسان من اضطرابات النوم الناتجة من العطش، مؤكدا أنه يمكن للإنسان أن ينعم بنوم هانئ خلال ليالي الصيف الحارة إذا كانت غرفة النوم باردة على الدوام. وشدد بنسالا على ضرورة إبقاء الغرفة مظلمة دائما، مع الالتزام بعدم فتح نوافذها كي لا يتسرب إليها الهواء الساخن من الخارج، لافتا إلى أنه من الأفضل فتح النوافذ خلال فترات الليل فقط. وبالنسبة لإمكانية تركيب مكيف هواء أو مروحة داخل غرفة النوم لتبريد هوائها، أوضح أن هذا الأمر يكون مجديا للغاية خلال ليالي فصل الصيف الحارة، محذرا من تسليط الهواء البارد على منطقة الرأس أثناء النوم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بنزلة البرد التي تتسبب في اضطرابات النوم أيضا. لقد حث الشرع المؤمن على أن يستر عورته في كل حال، حتى وإن لم يخشى اطلاع أحد على عورته إلا في الأحوال التي لا بد فيها من كشف العورة. جاء في الحديث أن معاوية ابن حيدر القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. والستر في الخلوة مطلوب حياء من الله تبارك وتعالى وملائكته، والقائلون بالوجوب قالوا إنما وجب لإطلاق الأمر بالستر ولأن الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منها. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت: والرجل يكون خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منها. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.